زيد انا ليتي مرحبا مرحبا بكم. رجال وكلهم هنا لتحت، زيد معايا نوريك. لا خويا احنا بغينا نطلعوا نقصروا، واش جينا نعمروا غير الكرش؟ اه يا ودي واه، لا احنا ما عندناش خلوطه، ها هو الكراج فين تعشاو، زيد تبعني. ايوا خويا، واش هما مقصرين الفوق وحنا نشوفوا في الحيوط؟ ما تقلب ليش الراس، الا بغيت شي حاجه زيد مرحبا بك، والا بغيت حاجه اخرى راك غلط في الادريس. ايوا يلا قبل ما ندور في كاع. بسم الله بديت سيدي، شكون راه جاي؟ كاين حد الغاشي وملحقين خرين؟ السلام عليكم ما الشريفة، هذه دار راضية اللي عطات بنتها وياكي. هيا نوري شكون نتوما؟ يا ودي احنا الجيران ديالها زعما مسكينة ضرباتنا البارح التيريف وقالت لنا غدوة بكرو، بصح حنا حصلنا في الطريق مقطوعة ما درنا تخرجنا بالدوار،
او من جينا للمدينة توضرنا هملنا او احنا ندورو ما لقينا الدار بستة وستين كشفة اراها ملحقة واحد البيجو اخرى فيها اولاد فقير موحد قدران بنساهم وعرايساتهم وحتى بناتهم او كنا جايين قع واحد او تخاطينا في الطريق. ويلي 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 استغفر الله راهم عاد ملحقين ايوا ارواحو صليو على النبي واش حشمتو ولا راه راضيه ديالنا وميلوده بنتنا ما تنساوش تهزو داك الطبق ديال الغرام اييه كل شوية تلحق كوبانية ديال البشر أختي عيشة اللي ندار غير ما تعصبش روحك اللي لحدورة كل شي يفوت هانتي راهم فاتوا لي 15 طابلة لالا الطاوية وحنا دايرين غير حساب 8 حتى 10 وصافي غير طلبي ربي يطرح البركة ما عندك ما تديري يا وحق سيدي ربي راها تبان لي نمشي نشدها بداك الشنكوك نقطعها طراف طراف ونحطها لهم هي عييت ما نوصي والو دير غير رايها عيشة غير خفيفك النفس كل شي عنده الحليلة ما قدش نزيدو على الحماسة الحمد لله اليوم كل شي موجود ودي فرهم هاد الحماسة زعما راه اليوم 8 كل شي يبلع يكون خير غي انتي ما تعصبيش امام اماكم خزونين هنا واش الغاشي برا وانتوما مركونين يخليها طبيعة فيكم لا الزاهية راني حاصلة مع الغاشي اللي جابت لي ديك بنت ما رانيش عليك راني على ديك خيتنا اللي معاك اما انتي تقرحي وتشرحي هو المهم راني غادي نشوف الروينة قبل ما نهضر هارمي العين واجد راه خاصنا نسربيو في السع شوفي طلعي عندهم وقولي لهم يديروا 10 في الطابله واللي عندها شي بس ديروا في الحجر يا نانا حشم كيتك كلشي بيك مازال عاد نحرش فيك خويا على الخدمه اللي درتيلي طلعي في السع ديري اللي قلت لك باش تقدمي الماكله يبان لي الغاشي بزاف راه والله ما ديري هكا حتى ياكلوا غير الوالا وانت ولا يقعدوا بلاش وشقى يا محمد لأجلك الحمى يا سيد من توحى يا سيد من توحى
بنتك جات تشعل الصنطيله ناعمه ما تروحوش طال قبض معاكم السكر والخبز راه تما غير مكركر. راضيه لحقي لي تحت سحقيتك. ها راني جيت واشتا. ها قولي لي سمعتك تقولي للناس مين تمشي ونقبض معاكم الخبز والسكر. ويا كي يلعب عليك الشيطان. ايوا كل شي جا لبنتي نصدقو بعدا عليها نقلع به العين. يا وحق سيدي ربي وتخرجي شي شدق يا تندبح لك من ما يدبحوش الناس. الفوتو يا انا وياك في الخطابه يقولوا هذيك اللي قتلت مرت خوها في نهار العرس. على شابردي واش فيكم الجوع راه الخير بزاف. وجهك باطن خليه تما يفوت العرس وكلشي نديروا له الطريق نبيعوا بعدا نردوا شوي المخسور. هو صافي انا قلت الخبز غادي يغيبس. خليه يبس ونبيعوا القراعي البيع ولا ديوه انتوما البهايم دياولكم. ايوا ما نعاودش الهضره. عيشة ترى روحي نقول لك واش تتم. اقول لهم يسكتوا شويه الطلبه بغاو يقراو. الله يرحمك الوالدين غير واحد شويه. هيا نوري شكون جابهم. هيا انا جبتهم اختي باش يديروا شويه البركه. ايوا غادي نطلع نهضر مع الداحات بصح ما نضمنكش. ويديروا الدعاء إلا جات على خاطرك. أما ما البنات صحاباتي بغاو العرفة والركادة. هذا هو الوجود هاد الساعة. روحي عليا دروك دلعس دلعس ودير لكم الجايجي. اختي الضاويه روحي عندي الله يرحم الوالدين. وقفي معايا الناس راهم بغاو يروحوا. واخا صافي انتي سجدي لي هنايا وانا نسجد لي لتحت. الضاويه روحي ترى واش تبغيتي عارفه دوك الوصايه ديالك.
إيوا المهم أنت راه دايما خاصك النغيس، خلي عليا المرور يروح لظهره، وحقصدي ربيا وتعرضي على شي حد يبات تتباتي أنت وياهم في الزنقة. إيوا هرمي العين راني وصيت. ♪